أهلا بكم. كأن قدر المشاريع في العراق أن تردى بالتلكؤ، لا يستأنف منها إلا القليل ويعطل منها الكثير، مرة بالفساد ومرة بالروتين ومرة بغياب التخصيصات، وأغلب الأحيان تكون كل الأسباب حاضرة: مشاكل تعاقدية وإجراءات قانونية وتضارب في الصلاحيات وتعدد التوجهات، كلها قائمة إلا المشاريع فهي راقدة. فهل ما تحرك منها يؤثر برغبة المواطنين كتحريك عجلة الأعمال التنفيذية في الطريق المؤدي إلى مدينة علي الوردي؟ فهل ستحيي لنا محافظة جديدة أم أننا نحتاج للنهوض بالمحافظات القديمة؟ وما بين الملفين ضيفين من وزارتين يقترن اسمهما بالتخطيط والإعمار، فهل سيكملان مسيرة بعضهما؟ أهلا بكم.